مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من ضواحي مدينة قدير، وبالضبط منطقة أورير، والتي تشهد استنفار أمني كبير بعدما تم العثور على جثة سائح فرنسي لحدود اللحظة. لا أطر بطبيعة الحال الأسباب الحقيقية للوفاة من خلال يعني التمشيط اللي كتقوم به عناصر الدرك الملكي لمسرح الجريمة من أجل تحديد وأيضا يتم الاستعانة الآن يعني بطائرة الدرون من أجل فك معالم ولغز يعني هذا الحادث. بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، فالحدود اللحظة بطبيعة الحال لا زالت التحريات مستمرة والأبحاث مستمرة على قدم وساق من أجل تحديد ملابسات وحيثيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي هنا بمنطقة أورير بعدما تم العثور على جثة سائح أجنبي داخل منزله في حالة وفاة لحدود ساعة. لم يتم بعد التعرف هل الأمر يتعلق بجريمة قتل أم أن الأمر يتعلق بشيء آخر، في انتظار التحقيقات التي تباشر عناصر الدرك الملكي والتي استنفرت كل وحداتها وعناصرها بقيادة القائد الإقليمي للدرك الملكي بمدينة قدير، والذي حضر بشكل شخصي من أجل معاينة هذه الواقعة ومن أجل الوقوف على حيثياتها وملابستها، وأيضا تمشيط منزل الهالك من أجل استجماع كافة الأدلة والقرائن التي يمكن أن تفيد في البحث الذي لا زال مفتوحا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فالحدود اللحظة لا زالت الآثار ديال معالم هذه الواقعة لم تتضح بعد، في انتظار استجماع كل الأدلة وكل القرائن، وتم الاستعانة بالكلاب المدربة وأيضا بطائرة درون التي تحلق في هذه اللحظات مسرح الجريمة. فكما كتشوفوا مختلف عناصر الدرك الملكي حاضرة وأيضا مختلف الوحدات من مختبر بطبيعة الحال متعلق بالدرك الملكي من أجل استجماع كل ما يمكن أن يفيد في البحث. إلى هنا بطبيعة الحال لا زالت التحريات مفتوحة والأبحاث مفتوحة كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر.